أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نستعرض فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. البداية من مقال بعنوان متى يتعظون للكاتب محمد عبد الرحمن في صحيفة طريق الشعب. في مقاله المعمق يستكشف محمد عبد الرحمن الآثار المدمرة للمحاصصة في العراق، حيث يصف كيف تحولت مؤسسات الدولة إلى ما يشبه الإقطاعيات تحت سيطرة الكتل السياسية المختلفة. وينتقد الكاتب بشدة كيف أن هذا النظام لم يفقد فقط فعاليته في إدارة الموارد وحماية الفساد، بل أيضا كيف أنه يقوض جوهر المواطنة نفسه، مما يقود إلى التمييز والتفرقة بين المواطنين ويزيد من استياء الجمهور ويعرقل أي محاولات للإصلاح السياسي. عندما يقال إن المحاصصة تقف وراء الأزمات المتكررة فهذا ليس كلام إنشاء ولا من دون إسناد، والواقع العراقي يعج بالأمثلة على ذلك. فالمحاصصة حولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعات لهذه الكتلة المتنفذة أو تلك، وقد حمت الفساد والفاسدين وشجعت الزبائنية في المجتمع، كما أن لها قسطها الكبير في هدر المال العام. نعم، عززت المحاصصة التمييز بين المواطنين واستباحت مبدأ المواطنة، وإلا فمن هم الذين يحصلون اليوم على تعيين في مؤسسات الدولة؟ أليسوا هم أنصار ومؤيدو هذا أو ذاك من الأطراف الحاكمة؟ وهذا سائد في كل محافظات الوطن من دون استثناء. وهناك أيضا من يمتلك القدرة على دفع الرشا وشراء الوظيفة، بما في ذلك ما يبرم من عقود اليوم أو ما جرى إبرامه وقت انتخابات مجالس المحافظات في ذروة الوعود التي أغدقت آنذاك وتبخر الكثير منها بعد ذلك. والمحاصصة هي من وضعت الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، ما أدى إلى هذا الشلل وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة، إضافة إلى الفساد كما أشرنا. فكيف يستطيع أن يقوم بالواجب من اشترى منصبه بفلوسه أو جاء بصيغة الفصلية؟ فشخص كهذا سيبتدع كل وسائل السرقة والتجاوز لاسترداد ماله الذي صرفه، ولتذهب مؤسسات الدولة والكفاءة والنزاهة إلى الجحيم. ونقرأ مقالا بعنوان من يحكم البلاد لعامر القيسي في صحيفة كتابات. عامر القيسي يقدم تحليلا نقديا للوضع السياسي والأمني في العراق، مشيرا إلى غياب الشفافية والفعالية في الحكم، ويسلط الضوء على كيفية سيطرة القوى غير الرسمية والملثمية على جوانب من الحياة اليومية، ويقدم نظرة على الفساد والمحسوبية التي تسود الأنظمة السياسية والأمنية في العراق، وينتقد أيضا كيف أن هذه الأجواء من عدم الاستقرار تسهم في تدهور الثقة بين المواطنين والحكومة. من صغائر هذا الأسبوع يقوم ملثمون على عدد أصابع اليد الواحدة بغلق الأندية الاجتماعية العائلية في عز النهار، وأمام شوارع بغداد المدججة بالقوى الأمنية ومقراتها وحراسات النواب والوزراء وقادة الأحزاب، أغلقوها وتركوا شغيلتها تحت جائحة البطالة فوق حجمها وأزمتها وتداعياتها الاجتماعية. كيف فعل هؤلاء الملثمون فعلا لا حق لهم فيه، وتجاوزا على الدولة وقوانينها وحماتها، ليفرضوا على الناس نمط الحياة التي يريدونها؟ لو تركنا هذه الصغيرة، ماذا نقول عما جرى ويجري في مطار النجف الذي بدا لنا كملك خاص من أملاك المدير القديم الجديد، والصراع المسلح الذي كاد أن يندلع بين قوى التحاصص والغنائم، حتى لا نكاد نعرف أن كان المطار يعود للدولة أم للأحزاب أم للأشخاص وعوائلهم الكريمة؟ وماذا بشأن منصب محافظ ديالى الذي ما زال شاغرا بغياب الدولة وقوانينها وصعود نجم العشائر
أما الديمقراطية وصناديق الاقتراع فواحدة من أخطر أكاذيب وخدع المشهد السياسي، لأنها أنتجت لنا بكل بساطة رابحاً خاسراً وخاسراً منتصراً ومواطناً لا يعرف إلى أين المسير. ننتقل الآن إلى موقع ألترا عراق ونقرأ منه: كيف تسيطر إيران على الأجهزة الأمنية العراقية، للكاتب مهدي أبو صالح. يناقش الأستاذ مهدي التأثير المتزايد لإيران داخل الأجهزة الأمنية العراقية، موضحا كيف استغلت طهران الفوضى السياسية والأمنية في العراق لتعزيز سيطرتها. ويستعرض الكاتب الطرق التي تمكنت بها إيران من دمج أذرعها في القوى الأمنية العراقية، ويشير إلى الأدوار المختلفة التي تلعبها هذه القوى في تعزيز النفوذ الإيراني على حساب السيادة الوطنية العراقية، وينتقد بحدة كيف تحولت هذه السيطرة إلى عنصر يقوض الاستقلالية السياسية والأمنية للعراق، ما يثير قلقا كبيرا بشأن مستقبل البلاد. يعلم الجانب الأمريكي تحولات الدور الإيراني التي أخذ شكلا أمنيا حاسما منذ فترة الحرب ضد تنظيم داعش، وصولا إلى تنصيب عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء والسيطرة شبه الكلية على المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، ولا سيما وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب ومفاصل حساسة أخرى في وزارة الدفاع. ولكن الاتفاقات المبرمة بين الإطار التنسيقي من جهة وواشنطن من جهة أخرى كانت تتضمن شكلا جديدا من أشكال إدارة الدولة تحت هيمنة النفوذ الإيراني وحدود التماهي مع المواقف الإيرانية في حال حدوث الأزمات بالمنطقة. ويعلم الجانب الأمريكي جيدا أن إيران اتبعت سلوك الدولة المهيمنة على أنظمة هشة من خلال سياسات تهدف إلى نشر القوة وممارستها عبر نقل قيمها ومعاييرها للتأثير في الشأن العراقي عبر محاولات التحكم في الخيارات السياسية بما يتناسب والمصالح الإيرانية. وتشير تقارير أمريكية إلى أن الإيرانيين أصبحوا يتدخلون في تنصيب القيادات الأمنية وحماية عدد من الضباط الذين يدينون بالولاء للجبهة الإيرانية الفاعلة في العراق، وهذا ما يؤدي إلى منح إيران أوراق ضغط أكبر على الجانب الأمريكي. وبالفعل بدأ زج العديد من هؤلاء الضباط في المنظومة الأمنية وتسنموا المناصب الأمنية المهمة. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي نشرت في صحف اليوم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
ونستكشف مقالا بعنوان إيران وإسرائيل خلف الكواليس وأمامها، للكاتب طارق نافع المطيري، منشور على موقع الجزيرة نت. يقدم طارق نافع المطيري تحليلات مفصلة للعلاقة المعقدة بين إيران وإسرائيل، موضحا كيف تستخدم إيران الصراع لتعزيز موقفها الإقليمي. وينتقد الكاتب السياسة الإيرانية التي تعتبر إسرائيل مجرد أداة للغرب، مشيرا إلى أن هذا النهج يسمح لإيران بتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب استقرارها. وفي تحليله يناقش طارق نافع المطيري التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى كيفية استخدام كل دولة للأخرى لتحقيق مكاسبها الاستراتيجية. تقبل إيران أن تكون المنطقة العربية محل نزاع مع متنافسين تاريخيين آخرين هما الغرب وأمريكا، وهي بذلك تقبل الصراع معهما حول المنطقة وتأخذ ما تستطيع منها، وتقبل بأن الآخر الغرب يأخذ ما يستطيع، لكنها غير متقبلة فكرة أن إسرائيل الدخيلة تكون جزءا من هذه المنطقة أصلا حتى تنافس أصالة عن نفسها لتحقيق مكاسبها. ويمكن الاستفادة من وجود إسرائيل في ترويج سردية مشروعية التسلل الإيراني في المنطقة العربية، واليوم على تخوم الأردن وبقايا صواريخها تسقط على أرضه، كل ذلك مشروع ومبرر دفاعا عن القضية الإسلامية الكبرى القدس والأقصى، وليس من قبيل المصادفة والاعتباط أن تكون الوحدة العسكرية الخاصة في الحرس الثوري الإيراني المكلفة بالعمليات العسكرية خارج الحدود الإيرانية والتي تتبع المرشد الإيراني مباشرة اسمها فيلق القدس. إن إيران وإسرائيل والغرب، أوروبا وأمريكا والشرق، روسيا والصين، جميعها تخوض معاركها في وطننا العربي المستباح على جميع المستويات. أمريكا تسحب جنودها من النيجر وتحذرها من تحالفها مع روسيا وصفقة يورانيوم مع طهران، مقال من صحيفة نيويورك تايمز. يستعرض هذا المقال التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية تجاه النيجر، وذلك في ضوء الانسحاب العسكري الأمريكي المرتقب والتحذيرات من التقارب بين النيجر وكل من روسيا وإيران. وينقل الكاتب القلق الأمريكي من تزايد النفوذ الروسي والإيراني في النيجر، خصوصا في مجال الأمن والتجارة باليورانيوم، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار المنطقة. وينتقد المقال النهج الأمريكي الذي يبدو أنه يفتقر إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التغييرات السريعة في الديناميكيات الجيوسياسية في غرب أفريقيا. كشفت الصحيفة أن كورت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي أبلغ رئيس وزراء النيجر المعين بعد الانقلاب العسكري الأخير في البلاد في اجتماع أول رفض واشنطن عقد نيام صفقة مع طهران بشأن اليورانيوم، وذلك بالتزامن مع عقد اتفاق لسحب القوات الأمريكية من البلد الواقع في غرب إفريقيا. رفضت واشنطن عقد نيام صفقة مع طهران بشأن اليورانيوم، وذلك بالتزامن مع عقد اتفاق لسحب القوات الأمريكية من البلد الواقع في غرب إفريقيا. وفي الاجتماع الثاني من اجتماعين هذا الأسبوع في واشنطن، أفاد نائب وزير الخارجية كيرت كامبل أنه أبلغ رئيس وزراء النيجر علي لامين زين بأن الولايات المتحدة لا توافق على تحول البلاد نحو روسيا من أجل الأمن وإيران من أجل صفقة محتملة بشأن اليورانيوم. ووفق نيويورك تايمز، قال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن إن أكثر من 1000 جندي أمريكي سيغادرون النيجر في الأشهر المقبلة. بعد أكثر من 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة، باتت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ملامح لم يستطع بعض سكانها الذين عادوا من رحلة النزوح إلى رفح تحديدها
أو حتى تأكيد أنها كانت موجودة سابقاً. أبيدت المنازل والأحياء والمشاريع والأحلام والطموحات والذكريات والحياة في خان يونس، فعاد مهجرون إليها بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها في 7 من أبريل نيسان الجاري، وصدمهم ما رأوه، فالحرب دمرت كل ما بنوه طوال سنوات بعناء وجهد، وسوت الممتلكات بالأرض حتى إن بعضها بات بلا أثر. لم تترك استراتيجية الأرض المحروقة الإسرائيلية أي شيء في خان يونس، لذا قال بعض العائدين إنهم سيكررون النزوح إلى رفح أو ربما إلى مناطق قريبة أخرى. في أي مكان ينتقل إليه فلسطينيو غزة اليوم لا تلتقي أعينهم إلا بمشاهد انعدام الأمل. مدنهم ومناطقهم التي صمدوا فيها سنوات طوال، أشدها خلال الحصار الإسرائيلي مطلع عام 2006، انهارت كنتيجة واضحة لأهداف الحرب الإسرائيلية. خان يونس مدينة غير صالحة للعيش مثل مناطق أخرى على الأرجح في قطاع غزة. وفي كل الأحوال لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه في القضاء على حركة حماس في خان يونس، وهو لا يفعل ذلك في أي مكان بالقطاع وفي فلسطين عموما. نتابع الآن الفيديو الذي اخترناه لكم من صحف اليوم. اتهام في الشبورة، في عمري بحياتي ما كنت متخيلة أدخل رفح. جينا نزحنا من المعسكر لخان يونس، من خان يونس طلعنا على رفح أنا وبناتي وحفيدي وولادي وكلنا يعني، وبنتي كانت في مواصي خان يونس قاعدة في أمان الله هي وبنات عمها وعمها في خيمة منعزلة يعني عن كل الخيام، وصحي الصبح زي هالناس مصحي اللي بتغسل اللي بتنظف، فجأة ما لقوا إلا صواريخ بتنزل عليهم، صاروخ زنانة في نص الخيمة. بنت استشهدت على المطرح وهي بتغسل في أواعي ابنها وجوزها، وبنات عمها كلهم اللي انحرقت، اللي كلهم 11 نفر من عائلة واحدة يعني، الأحفاد وحفيدي كان هو أول فرحتنا يعني أول حفيد إلنا. هي ابنها هو شهيد، الإصابة جاية في صدره، هذه بنتي. فأنا أصلاً غريبة وأهلي مش هان، كلهم في الضفة وفي الأردن يعني، أنا كانوا بنات بالنسبة إلي خواتي مش بنات، لأني لا إلي لا أخت ولا أم ولا أبو ولا أخو ولا حدا يعني. والحمد لله على كل حال، وأخذوا قطعة من قلبنا، والله ابنها كان يمكن أعز منها هي. إن شاء الله يا رب تخلص هالحرب على خير ومنرجع على دورنا، والله صعب الرجع يعني. أنا دفنتها في الشبورة، في عمري بحياتي ما كنت متخيلة أدخل رفح، نصيب أني أدفن بنتي وحفيدها في رفح. هذا أبرز ما وجدناه في صحف العراق والوطن العربي والعالمي اليوم. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.